نروح نتابع دلوقتي مع مراسلتنا هنا والقاسم من مقر النادي الاهلي بالجزيره، ونرجع نكمل محاضراتكم. هنا صباح الفل عليكي وسامعينك، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يوم جديد وعشر الصبح في الاهلي، وزي ما عودناكم دايما هننقل لكم كل الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وفرقه الرياضيه المختلفه. اخبارنا النهارده متعلقه بناشئين كره القدم وكمان الالعاب الاخرى، لكن في البدايه خلونا نبدا بناشئين كره القدم وفريق 2007. امبارح قدر يحقق فوز على فريق طلائع جيش بنتيجه 1-0، ده كان ضمن منافسات الجوله ال30 من بطوله الجمهوريه. حان الفريق عمل مباراة كبيرة جدا، قدر يحرز هدف النادي الأهلي اللاعب محمد أشرف، كده بقى يكون رفع فريق 2007 عدد نقاطه ل71 نقطة. هم متصدرين جدول الترتيب، عاملين بطولة كبيرة جدا، وخلاص بقى على بعد خطوات قليلة جدا من التتويج ببطولة الجمهورية. طبعا بنتمنى لهم ان هم يستمروا بنفس الأداء ويقدروا يحسموا اللقب لصالحهم. ده فيما يخص أخبار ناشئين كرة القدم. خلونا بقى دلوقتي نروح للألعاب الأخرى ونبدأ بكرة السلة. النهاردة سيدات كرة السلة هيكون عندهم مباراة ضمن منافسات دوري السوبر، مباراة هتكون أمام فريق الجزيرة هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة على صالة الشهداء، هتكون الساعة 6 مساء. خلوني بقى أقول لكم لكل مشاهدين قناة النادي الأهلي إنه هيتم طبعا بث المباراة مباشرة على قناة الأهلي. تقدروا بقى كالعادة تدعموا سيدات كرة السلة وتتابعوا المباراة. هما ماشيين بخطة ثابتة جدا في بطولة دوري السوبر، متصدرين جدول الترتيب. يعني آخر مباراة ليهم كانت أمام فريق البنك الأهلي وقدروا يفوزوا فيها باكتساح بنتيجة 97-51، إن شاء الله بقى يستمروا بنفس الأداء. اما عن سيدات كرة اليد فبيواصلوا استعداداتهم لمباراة غدا، هيكون عندهم مباراة غدا امام فريق سموحة ضمن منافسات بطولة الدوري. كمان الحقيقة سيدات كرة اليد الحقيقة عاملين بطولة كبيرة جدا في بطولة الدوري، اخر مباراة قدروا يفوزوا على فريق الجزيرة بنتيجة 41-26، ان شاء الله بقى كمان يقدروا يفوزوا غدا على سموحة. اما عن رجال كرة اليد فهم مركزين بشكل كبير جدا، عندهم مباراة مهمة جدا، المباراة القادمة هتكون امام فريق الزمالك، هتكون يوم الجمعة القادم ضمن منافسات بطولة الدوري. كمان حقيقة رجال كرة اليد متصدرين جدول الترتيب، عاملين بطولة كبيرة جدا، مركزين بقى بشكل قوي جدا، مش عايزين يخسروا أي نقاط عشان يحسموا بطولة الدوري لصالحهم. يعني آخر مباراة كانت أمام فريق سبورتنج، كانت مباراة فيها ندية كبيرة، لكن رجال كرة اليد كان عندهم إصرار بقى بروح الفانيلا الحمراء زي ما معودنا دايما، وقدروا يحسموا المباراة لصالحهم بنتيجة 24-22. إن شاء الله بقى كمان يفوزوا يوم الجمعة القادم ويكون بيحتفل طبعا بفوزهم على الزمالك. زي ما احنا عارفين ان مباراة الزمالك بيكون ليها بقى طعم خاص وطابع خاص لما بنفوز عليهم، طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للعبة كرة الطايرة وفتيات الذهب. سيدات كرة الطايرة بالنادي الأهلي بيحجزوا مقعد في نصف نهائي بطولة الدوري. يعني شفناهم الحقيقة قدروا يفوزوا على الزهور بنتيجة 3-0 في المباراة الأولى و3-1 في المباراة الثانية. زي ما احنا عارفين ان دور ربع النهائي بيلعب بنظام best of 3، لكن هم قدروا يحسموها من المباراتين الأولى. اتمنى لهم بقى كل التوفيق في نصف النهائي. ان شاء الله النادي الأهلي هيواجه سبورتنج في نصف النهائي، يعني سبورتنج قدر يتخطى عقبة الصيد ويتأهل هو كمان لنصف النهائي. اتمنى طبعا كل التوفيق لفتيات الذهب، فتيات كرة الطايرة بالنادي الأهلي. اما عن شباب كرة الطايرة 17 سنة قدروا يحققوا فوز امس على فريق دلفي بنتيجة 3-0، ده كان ضمن منافسات بطولة الجمهورية. المباراة كانت مقامة هنا على صالة الشهداء بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، حيث هم كانوا مسيطرين على المباراة كلها من بدايتها حتى نهايتها، وقدروا يحسموا الثلاث اشواط لصالحهم. اتمنى لهم طبعا كل التوفيق. يعني ده فيما يخص اخبار الفرق الرياضية. كمان بقى زي ما عودنا مشاهدينا خلوني انقل لكم الاجواء داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. يعني زي ما احنا عارفين انه حالة الطقس الايام دي مش مستقرة، النهاردة الاجواء شتوية بامتياز، درجة الحرارة دلوقتي 18، الاعضاء متواجدين في النادي منذ ساعات، وزي ما بنقول دايما غالبا في الفترة الصباحية الأعضاء اللي بتكون موجودة بتكون من فئة كبار السن. في حالة بقى من النشاط والطاقة الإيجابية داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، يعني كل الأعضاء تقدروا تيجوا وتستمتعوا باليوم النهاردة. يعني كانت دي أبرز أخبارنا النهاردة في فقرة أخبار النادي. قبل ما أختم كلامي بقى بقول لكم يا نهواندو يا كريم ولكل مشاهدي قناة الأهلي، طبعا كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، لكن كمان بقى هنفتقد 10 الصبح في الأهلي في شهر رمضان، والآن العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. تغطية جميلة، كل سنة وانت بخير، وكل سنة واحنا دايما بخير وناجحين ومع بعض ومتألقين، والنادي الأهلي في تألق مستمر. شكرا ليك زميلتنا العزيزة جدا هنا والقاسم، شكرا ليك على هذه التغطية.